رح نسلط الضوء في إطار هالتقرير كمان عن قصة نجاح جدا غير تقليدية. مظبوط. نتحدث عن صيد السمك، وفي يعني إطار هذا التقرير رح نسلط الضوء على صيادة السمك الملقبة بالبولدوزر. نتابع هذا التقرير. ليست بامرأة عادية، ولا بامرأة ترضخ لقوانين مجتمعها، ولا ترضى بجدران البيت حلما لها. إنها قصة فتاة حديدية استثنائية بعيدا عن حدود أعمال البيت والنمطية، ملامحها رمز للتحدي والاندفاعية. ماشي بس شوية حماس. يلا ماشي، يلا سيدي بنروح نتسابق. تحمل الشباك لوحدها وتلقيها في البحر، تبحر بين أمواج البحر لوحدها وتحتل البحر بجراءتها. إنها صيادة السمك، ابنة قرية الزرقاء حمامي جميل، امتهنت مهنة الصيد، مهنة الصيد التي ليست حكراً على الرجال. تحكي لي حمامي، ليش امتهنتي مهنة الصيد وشو اللي خلاك تتوجهي على هيك مهنة؟ والله الصيد هو بلش تحدي يعني بيني وبين أبوي، كل وقت يعني كان ينزل صيد، وأنا كنت مصرة يعني أنه أنا بتعلم الصيد من غير ما هو يحس، فكل الوقت كان يأخذني معه، وتعلمت منه كثير أشياء، مش بس أنه كمان الصيد، الصبر، الثقة بالنفس، القوة، الأمان، يعني البحر علمني كثير أشياء والصيد. فهاي المهنة أخذتها من الوالد، كان يقول لي احمل السلة، ضلك بس واقفة برا، يعني كان الصبح بننزل على الخمسة، تعرف الدنيا ليل وعتمة، ويعني العصبية شوي صعب، فأنا تحديت كل الصعوبات هاي وتعلمت مهنة الصيد. طب تحديت الوالد وشو بالنسبة للمجتمع؟ وكمان تحديت المجتمع وربيت المجتمع كيف أنا بدي، مش كيف المجتمع كيف هو بده، أنا مشيت المجتمع كيف أنا بدي، يعني اقتنعوا إنه حمامة هيك، يعني كيف هيك؟ كيف؟ يعني بتصيد، بتلعب فوتبول، بتقعد بالقهوة، بتنكض، تعمل اشياء اللي يعني في شباب بيقدروش يعملوها، اللي مثلا رفع الاثقال، كمان مره الصيد مهنه كثير صعبه. طب بالنسبه يعني للمجتمع، انت بتسمعيش مثلا كلمات اللي هي سلبيه لهي المهنه، مهنه رجال، كره القدم للرجال، ولا مره سمعت انتقاد؟ لا هو مزبوط، ولا مره سمعت، دائما لا بالعكس، كله بشجعني انه استمري وبهمكيش حلو الاشي، ويعني بجوز واحد تاني، انا سمعت يعني انتقادات لواحد تاني يعني بيحكوا لا ليش، وانا عارف ايش انت صبية وانت كذا وكذا، اما انا بعرفش، يعني يمكن لان انا احترمت الجميع، يمكن لانه انا ربيت المجتمع انه وانا صغيرة انه اقتنعوا فيي انا هيك، يعني ما تقدروا تغيروا حياتي، وانا ما غيرت حياتي عشان المجتمع، لانه انا بدي هيك، انا مرتاحة بحالي هيك. طب بالنسبة للعنصر الأنثوي، أنا شفت إنك بتحب الثياب بالطابع الرجالي، ليه؟ أول شيء أنا بحبه مش لأنه يعني أنا مش كأنثى إنه بلبسش أشياء، بس خلاص هذه الأشياء اللي أنا بلبسها، خصوصاً هي الأواعي الشباب اللي تبعت الرياضة خاصة، أنا برتاح فيها نفسياً، يعني مسطرة، ما بعرف شو اسمه، بس خلاص برتاح في هاي الملابس. والله انا ابوي سماني حمامه على اسم مرت عمي الله يرحمها، كان كثير يحترمها وتحترمه، وابوي صياد مش بس سمك، ابوي صياد كمان بصيد حمام وبصيد يعني بر، فلما ابوي سماني الاسم عن جد انه الاسم على مسمى عن جد، يعني الحمامه قديش هي بريئه، فانا بريئه مثل الحمامه،
يعني عندي هيك ما بعرف انا هيك شايفه. اول شيء انا ملقبه بعده القاب، اول شيء بالعالم العربي بكره القدم لقبوني بالبلدوزر الفلسطيني نسبه للقوه اللي موجوده عندي كامرا، ولقبوني بالمراه الحديديه. لقبوني ببنت البحر نسبة إنه أنا بنت البحر، كبرت بالبحر بصيد، لأنه فيش اليوم عربيات ونساء بصيدوا من نوادر الأسماك. ف وتعرف يعني إنه نسبة إنه كمان امرأة قوية يعني بتتحدى الصعوبات. شو هي الصعوبات بتواجه بنات جسر الزرقاء؟ في كتير يعني احنا مثلا المجتمع العربي ماخذ عنا فكره مش يعني مش منيحه انه بنات الجسر مش متعلمات، بس يشتغلوا بالبيوت بيعملوش شيء كل نهار في البلد. انا بالعكس انا اثبتت للمجتمع العربي انه الفتاه الجسراويه عندها كل القدرات اللي موجوده، كمان انتم بالمجتمع العربي اللي كمان انتم ما قدرتوش تسوونا. مهنه الصيد تتحدي مجتمع باكمله. طب احكي لي شو علمتك مهنه الصيد؟ علمت حمامي اول شيء الصيد علمني كثير اشياء، من احدى الاشياء اللي يعني اكثر انا حبيتها واللي هو الصبر، الثقه بالنفس، القوه، الامان. اللي طبعا اللي بده يتعلم الصيد يصيد سمك اول شيء لازم يكون عنده صبر، لانه مش دائما يكون في البحر سمك، فلما ترمي الشبكه يعني مش بدك تحط الشبكه ويلا بدها تيجي السمكه. وبالنسبه للعنصر الذكوري يعني بالحياه لكل انثى، يعني هل انت بتطمح يكون عندك بيت، اولاد، زوج؟ طلع كل فش زي ما حكيت انه في كل واحد بتحب وتفكر بهذا الشيء، وهي سنة الحياة. بس أنا خلاص يعني أنا خلطت كتير نساء، خلطت كتير شباب، خلطت يعني من صغير لكبير من طفل، شفت إنه الحياة خلاص هيك أحلى. يعني ما فكرت يوم مثلا يعني بكون عندي مثلا بيت حياة، يعني في عندي جوز بيحكي لي مثلا جيبي لي هيك. وبالنسبة للبيت اللي ربيتي فيه إنه كان بيت داعم، بيت معطاء، ولا أنت كنت بتتمنى يكون ببيت آخر؟ لا بيتي الحمد لله، يعني أنا مبسوطة كتير إنه أنا كبرت وبهيك بيت بهيك عائلة اللي دايما داعمتني. يعني أبوي مثلا أعطيك مثال على أبوي، يعني اليوم أبوي وهو اللي بيحكي لي خذ الشبكة وانزل صيدي جيبي لنا سمك عشان ناكل سمك، يعني ما بيحكي لأخواتي التانيين، بيحكي لي أنا. لأخواتي بعاملهم بنات عاديات يعني. ليه؟ خلص هيك هو عودهم، أما أنا عودني شيء ثاني يعني. ممكن بحسدوك على هالحياة ولا؟ طبعاً الكل، مش بس صراحة مش بس أخواتي، والكل بيحسدنا على هذه الحياة. وأنا بحكي كمان مرة إنه أي فتاة تقدر، اللي عندها الطموحات وعندها أهل اللي يعني بيحترموا الفتاة وبيعرفوا شو يعني قيمة الفتاة، تقدر انت تكسري كل الاشياء اللي عن جد بتضر